في اليوم الوطني من كل عام جينا بفرحتنا نرفع الأعلام في قلوبنا الشيخ زايد وبإيدينا رايت السلام بنبارك لوطننا بعيده وبندعو للشيخ خليفة بالعافية الله يزيده. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لأهل الاتحاد. وكما عودناكم دائما صفات الشخصية استطاعت النجاح والتميز في مجال عملها، رحبوا معي برجل الأعمال السيد عاطف السمان من بداية أسر الأقباط. معكم عاطف السمان من جمهورية مصر العربية، كلية التجارة، شعبة المحاسبة. اللي دار زايد لا تقرب حماها، لا تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوث. في الحقيقة من أبرز المحطات العملية عندي كانت بمصر، إن أنا التحقت أو خضت في مجال العمل في العقارات في مدينة العاشر من رمضان. أول ما بدأت أعمل هناك وشفت النزح السكاني من المحافظات المجاورة لمدينة العاشر كمدينة جديدة، من هنا جت فكرة إنشاء مكتب العقار كمكتب في البداية. بدأت أشوف الكاستمر اللي موجود في الاريا نفسها في العاشر، وأشوف الأماكن الفاضية الفارغة الشاغرة وبيع وسوق وأجر. هنا مكتب الإيجار اشتغل، مكتب العقار اشتغل. بعدها على طول حضرتك من فضل ربنا علي الحمد لله انتقلت بالعمل بتاعي إلى المملكة العربية السعودية، ورحت السعودية وبرضو نفس الموضوع، فتحت نفس المجال شركة السمان للعقارات في السعودية، واشتغلت في أصول الاستثمار، أصول الاستثمار العقاري، واتطور بي الحال الحمد لله لحد ما كان حلم. طبعا كنت طبعا بدأت أتصفح وأدخل وأشوف الإمارات وكيف العقار في الإمارات، كيف الاستثمار العقاري في الإمارات. فحقيقة تمنيت ان انا اعمل في الامارات بعد وانا هناك في السعوديه. وام الشيوخ اللي الله رعاها ربت قروب. الحمد لله رب العالمين، انا منذ دخولي دوله الامارات، دوله السعاده، دوله الفضل والكرم علينا جميعا، بدات على طول بنشاط العقارات. حتى نفس الداتا اللي معايا دوليا، لان انا اتطورت طبعا، كنت بتعامل مع في العقار الدولي. فلما دخل بدأت هنا تأسيس شركة السمان من 2014، بدأت أسس في الشركة. فكانت البداية الحمد لله بداية طيبة، أي نعم كانت بسيطة، كمكتب كوسيط بدائي. الحمد لله بالفكر والتطور الفكري والنظرة المستقبلية اللي احنا بننهج عليها نهج القيادة الرشيدة اللي عندنا، وحلم أبونا زايد إن احنا نوصل إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، للهدف السامي اللي بنسعى له جميعا. بدأت أتطور، تعاون مع المطورين الكبار، المطورين اللي في دبي بدأت أتعامل معهم وأتصل فيهم، مطورين العقار اللي في الشارقة. وجنودنا ليهم فخر بسماها، نيشان فخر لنا دوم وأبد، وبنت زايد للوطن. شركة السمان للوساطة العقارية بتقدم خدمات فعالة مفيدة للعملاء بتوعها.
ان احنا ما يعني بنشتغل الحمد لله في يعني في اكتر من مجال ولنا تشعب في اكتر من نشاط. فانا عندي السمان للاسكان، انا بخصص هذا القسم او هذا الجزء لسكن المواطن. عندي السمان لخدمات رجال الاعمال، ببدأ من خلال هذا المجال أبحث عن رجال الأعمال وأدي لهم الخدمات المطلوبة وبارتياح لهم. عندي في شق المقاولات، طبعا بخبرتنا في مجال العمل في المقاولات دخلنا في مجال الصيانة، بدأنا ناخد شغل الصيانة، بدأنا نشتغل في يعني المقاولات، حتى في مجال عالم السيارات بحكم خبرتنا في عالم السيارات بدأنا نتوسط كوسيط تجاري في عملية البيع الشراء استيراد تصدير السيارات. هذه كلها أنشطة الحمد لله الواحد بيقوم بيها من خلال وجوده في السمان للعقار. احنا ما هنقول تحدي، هي كانت مواجهة في البداية، ان وافد جاي لدولة الامارات الحبيبة برضو ما عنده الامكانية الكبيرة ان يبدأ كمطور عقاري او مستثمر عقاري كبير يدخل السوق بقوة، ف يعني عامل الماديات شوية في البداية كان واقف، لكن الحمد لله بفضل تسهيل اللي بتقدمه لنا الدولة والتعاون من دائرة التخطيط العمراني البلديات الناس اللي بدأنا نتعاون مع الدوائر، فانطلقت على طول الحمد لله تخطيت التحدي ده الحمد لله رب العالمين. نداتها بالعطايا هي تسرج وابو خالد الذي أمن دراها تحت راية شركة السمان، كانت وسيط في أدائها وتنفيذها. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، ان انا الحمد لله رب العالمين كنت وسيط في بيع برج معين في مدينه ابو ظبي الحمد لله، وانجزنا فيه وتممنا الديل على خير، افتتحنا مدارس هنا في منطقه في شارع المدارس، وتوسطت في افتتاح حضانه وبيع مركز طبي كبير الحمد لله رب العالمين. دي من انجازات الشركه خلال 2017 2018 ان احنا الحمد لله انجزنا كتير، يعني فيها مشاريع لها اسم الحين مرموقة وعلامة للسمان إن كان وسيط في الموضوع إنه تمم هذا. وحتى المسجد من المساجد الكبيرة الحمد لله خدنا شق في الصيانة فيه وتممناه على خير الحمد لله، لنا الفخر ونفخر بذلك إن شاء الله يا رب. استثمار البشر قبل الحجر. أنا أول ما بدأت أشتغل في العقارات فكرت ان انا ازاي استثمر الكوادر البشريه اللي معايا كمناديب في العمل او الموظفين او الموظفات اللي معايا بالشركه، بدات استثمر وجودي وعلاقاتي وتدخلاتي مع الساده المواطنين فانطلقت. فدي كانت عوامل النجاح ودوافع للامام، وان شاء الله احنا ماشيين على نهج الشيخ ان احنا بامر الله دايما سعيا الى المركز الاول دايما في كل شيء بامر الله يا رب. لا 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 تقرب منازلها إلا محب إلا لا تقرب حماها بالنسبة للشباب القادمين أو المقبلين على العمل، أنا بنصحهم وبوجههم وبقول لهم لازم تحدد هدفك في الأول واسعى إليه وتخطى وتحدى الصعوبات، لأن برضو زي ما قال سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لا للمستحيل، امشي ورا هدفك مش هتخسر، صدقني هتنجح هتحقق نجاح. لا محب لا تقرب حماها الرحمة والمغفرة لوالدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، والرسالة التهنئة والشكر لسيد صاحب السمو الشيخ خليفة الله يعطيه ألف عافية، والشيخ محمد بن زايد الله يعطيه ألف عافية، والشيخ محمد بن راشد وباقي حكامنا وأولي الأمر عندنا.